مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. هناك موجة غبار تندفع من العراق باتجاه المملكة، وأيضا طقس مغبر تدريجيا خاصة في المناطق الشرقية، قد يمتد للمناطق الوسطى أيضا تدريجيا. مشاهدينا، فاصل ونواصل. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة، فنلاحظ أن المملكة ستبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة خاصة في المناطق الغربية من المملكة. هذه الأجواء الحارة بتستمر خلال الأيام القليلة القادمة، ودرجات الحرارة تقترب من منتصف الأربعينات في المناطق الغربية خاصة المدينة المنورة ومكة المكرمة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء حارة نسبيا إلى معتدلة، الصغرى المتوقعة في الرياض 26 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، أجواء حارة نهارا، ويوم الاثنين أجواء مشمسة حارة، العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية، أيضا أجواء حارة نسبيا أثناء الليل، والصغرى المتوقعة 26 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أجواء حارة مغبرة مشمسة، والعظمى المتوقعة 40 درجة مئوية، والأجواء أثناء حارة نسبيا، والصغرى المتوقعة 28 درجة مئوية. الأربعاء أيضا أجواء حارة أثناء النهار وحارة نسبيا أثناء الليل، العظمى المتوقعة 41 والصغرى المتوقعة 29 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن المختلفة: سكاكا 34-23، عرعر 33-21، تبوك 37-23 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة: المدينة المنورة 43-31، جدة 39-26، مكة المكرمة أجواء حارة جدا، العظمى المتوقعة 47 والصغرى 28، الطائف 34-24 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية: الباحة 30-20 وأبها 31-17، جازان أجواء حارة 37-29 درجة مئوية. والمناطق الشرقية من المملكة: أجواء حارة وحفر الباطن حارة ومغبرة، العظمى في الدمام 39 والصغرى 29، حفر الباطن 42-25، والإحساء أجواء حارة والعظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية. والرياض والمناطق الوسطى أيضا أجواء حارة: بريدة 36-24، بريدة 41-27، حائل عفوا 36-24، بريدة 41-27، والرياض 41-29 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.